قال رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق لبرنامج الواحدة مع إدريس جواد إنه على الرغم من انسجام المشروع الوطني بين جبهة الحوار والقائمة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي، إلا أن التفرد الأخير باتخاذ الإجراءات السياسية أدت بالنهاية إلى تشظي القائمة العراقية وبقائها كمجموعة صغيرة غير مؤثرة برلمانياً. انا الرجل ما بدي اتكلم ضده، يعني انا قلت لك علاقتي الشخصيه به علاقه جيده، وهو شخص على المستوى الانساني شخص جيد تقدر تتعامل بيه، نعم بس سياسيا شفت صعب التعامل بمشروع سياسي موحد. يعني ما اقدر اظلمه واقول انه مشروعه يختلف عن مشروعنا من حيث الطرح، لا، اكو انسجام كبير من حيث الطرح سياسيا في هذا الموضوع، طيب لكن على مستوى الإجراءات هناك تفرد أدى إلى أنه يضيع القائمة الوطنية هاي، ونبقى يعني مجموعة صغيرة جدا غير مؤثرة في داخل البرلمان. نعم، حتى منصب وزير الدفاع اليوم حتى منصب وزير الدفاع يعني أصر أن يكون لعلاوي وليس للوطنية، وطبعا تهم رشحت شخصية تابعة لك؟ أنا رشحت شخصية ورشحت شخصيات، مو شخصية واحدة، رشحت 3 شخصيات، لكن أخونا أبو حمزة يعني أراد أن يكون المرشح هو يختاره، هو يختاره طبعا عمليا، نظريا من نجلس سوية وصارحته قلت له تريد نبقى أصدقاء وعلى المستوى الإنساني والكذا، اروح رشح براحتك، تريد نبقى حلفاء لازم يصير الموضوع بالتشاور، مو فقط وياي وانما ويا بقيه اعضاء القائمه الوطنيه. ما صار هذا الموضوع للاسف الشديد.